أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك ضوابط في اشتراك الخالق والمخلوق في الاسم أو الصفة؟ اللغة العربية يشتركان في المعنى اللغوي فقط، أما في الحقيقة فلا يشتركان. لله أسماء تخصه وصفات تخصه، وللمخلوقين أسماء وصفات تخصهم، وإن اشتركت في المعنى مثل السميع البصير، قال الله جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يشتركان في المعنى اللغوي فقط، أما من ناحية الحقيقة يختلفان ولا يتشابهان. نعم.